Fonseca. ان شاء الله كان رجل ونعم رجال، كان استاذ تعلمنا منه اشياء كثيره واستفدنا منه، كان عنده دعم معنوي كبير للعطور الشابه كلها. كنا في مثل لعبوا شي ماتش بينا الا وتيهنئنا الا وتياخذ بيدينا الوقت اللي تنهزموا ويعاود يشجعنا، وقلنا هذه مراحل تمر منها اي مدرب. فافتقدنا انسان كبير، افتقدنا خطاب كبير اللي غتبقى مكانة ديالو محفورة في المغرب، وغيبقى الكل يتذكر مصطفى مديح بالخير، ولا واحد غيتذكره بالشر، لأنه إنسان عاش كبير ومشى كبير. المرحلة اللي كنا منهزمين فيها، المرحلة اللي قدرنا نرجعوا فيها بالنتيجة، نبدا بالمرحلة اللي كنا منهزمين، لأنه في الأول كنا واخدين الكرة فقط غير استحواذ سلبي، ما كناش مخلقناش فرص. كنا محتفظين بالكرة وكان الإيقاع بطيء جدا، ومازال تنخدم على الرفع من الإيقاع، لأنه الرفع من الإيقاع هو اللي غادي يخلينا نديرو نتائج إيجابية. الإيقاع كان بطيء، قدرنا نهضر البركانية ما غاديش نقول خطأ، ما نقول سهو، قدر يسجل عندنا هدف مبكر اللي دائما ما تنعانيو، لأنه دابا ولينا معروفين أنه تنستقبلوا أهداف كثيرة، مي الحمد لله أنه تنقدروا نسجلوا. سجل عندنا هدف اللي خلى الشك مره اخرى يدخل، مي مالغري قدرنا انه نحاولوا نحافظوا على الكره ديالنا ولو كانت المحاولات كانت قليله. الشوط الثاني البدايه ديالو دخلنا باستراتيجيه انه غادي نخرجوا، عرفنا ان هذا البركاني غادي يخلي لافاك فوجو باش يعتمد على المرتدات والتعقيد التعليمات، مي للاسف استقبلنا هدف ثاني اللي طيح من المعنويات ديال اي فريق كيف ما كان النوع ديالو داخل الميدان، وتكون هازم بهدفين لصفر وباقي تقريبا 35 دقيقة، فأي واحد غيتمنى غير يمتى تسالي ديك 35 دقيقة. لكن الحمد لله اليوم بانت شخصية أخرى عند لاعبي أولمبيك خليوكا، شفنا الشخصية ديال اللاعبين اللي آمنوا وبقاو حتى جابوا هدف التعادل، كان بإمكانهم يزيدوا هدف الثالث. تنهني خالد حشادي على الدخلة اللي دار، قدر أنه يعطينا وجه آخر للمباراة، قدر أنه يسجل هدفين اللي غادي يعطيو هو ثقه اكثر، لانه في الاول انا مراهن على خالد الشادي على اسماعيل الحراش، لانه هادو هما اللي غيكونوا مهاجمين المستقبل ديال اولمبيك خليوكا. مي باش يكون لاعب متكامل خصو بزاف الحوايج من غير الكره، وهذا اللي تخدموا فيه، لانه المباريات الاخيره لا خالد الشادي ولا اسماعيل الحراش ما كانوش ما لبستهمش، لانه خاص تاطير كيف تنقولوا التربيه الكرويه، خصو يتربى كرويا بجوج باش يكونوا ناجحين، لانه ماشي الكره بوحدها غتخليهم يلعبوا، يقدروا يلعبوا موسم ولا موسمين ومن بعد ما بقاوش يشوفوهم بحال عدد كبير من اللاعبين، ولكن الا تاثروا كما يجب فاولمبيك خليوكا غيستافد من هاد جوج مهاجمين. كنعرفوا ان المهاجمين في المغرب قلال، ملي غيكون عندك جوج ديالك انت فتيكون هذا شيء ايجابي للفريق. نتمنى فقط انه غير يتشجعوا اكثر، فتنظن انه نتيجه المباراه جوج جوج ما تطرديش، ولكن على حسب السيناريو اللي دارت فيه كنا منهزمين ورجعنا، ف نوعا ما غادي نكونوا راضيين على التعادل اكثر من انه الهزيمه. سي امين على مستوى فريق اولمبيك خليوكا، كتشوفنا بان فريق اولمبيك خليوكا تتوالى وتسترسل المواسم، دفاع هش، دفاع سهل اختراق من طرف مجموعه من اللاعبين، دليل القاطع كان تقريبا 14 هدف في الظرف وجيه جدا من اضعف خطوط الدفاع الموسم. كيف تفسر هذا المعطى سي امين رغم انك قمت بايجاب لاعب كاسي ماتياس؟ نتفق معك، هو الدفاع ما تيكونش غير نهضروا غير على خط الدفاع، على سيستيم ديفونسيف، على تنشيط دفاعي النهار غادي ننجحوا فيه، لانه حتى ملي تشوف الدفاع ديالنا فيه تغييرات كثيره، دائما ما تكون تغييرات على حسب سواء توقيفات او اصابات. فلعبنا بجمعاوي غير على ضروا لعبت ثلاثه في ثمانيه ديال لي ماتش، جمعاوي وهاشمي وقلعي، دونك تروا زاري ضروا اللي لعبوها اريير غوش، لعب عمريوي ولعب قلعي، دونك في اللاكس تناو بأناس وماتياس وعقادي، دونك مازال ما عندناش وحارس مرمى حتى هو تغيير، دونك مازال ما عندناش استقرار حنا خدامين فيه، لأنه الوقت اللي تنقولوا أنه التغيير في أولمبيك خليوكا والو، هو جا ماتياس ما غير والو، حتى حاجة ما تبدلات، لأنه شنو اللي خصو يتبدل في أولمبيك خليوكا هي الشخصية اللي خصها تبدل، ما تبقاش شخصية انهزامية، ما يبقاش فريق أولمبيك خليوكا ذاك الفريق اللي الهدف ديالو أنه غادي ينافس، غادي ينافس على البقاء فقط. دونك بالنسبة لنا حنا ندخلوا هذا العام نديرو مانتيها مزيان وما نطيحوش، خصنا شخصية الفريق تبدل باش غتبدل،
غتبدلو بتغيير الجيل ديالو على مراحل، راه ما يمكنش نجي نبدل الفرقه كلها تجي فرقه جديده، لا باع عام وعاود غادي تمشي. ولكن الى هاد لي جو اللي كاين دابا، لانه ملي تجي تشوف اسماعيل الحراش، خالد الشادي، الهاشمي، كاين لاعب اللي يمكن في مرحله الاياب يقدر يكون من احسن اللاعبين اللي غادي يكونوا في المغرب، هو منصف نهضي. كاينين دي جو، هاد لي جو هما اللي غادي يغيروا الشخصيه ديال اولمبيك خريبا، راه ماشي اللي كاينين دابا، اللي كاينين دابا راه شخصيتهم هي هذيك، ولكن اللي غادي يدفع بهم ويغير لهم الشخصيه ديالهم هما هاد لي جو اللي جايين. ما يمكنش بين نهار وليله غادي يتغير كل شيء في اولمبيك خريبا والفريق غادي ينافس. خصنا مراحل، خصنا شويه الوقت، مي باراليل خصنا نجيبوا لي بوان، لانه لي بوان هما اللي غيخلونا نثيقوا اكثر ونخدموا اكثر. فنتمنى نخرجوا بسرعه من هاد النتائج ديال التعادلات والانهزامات، ونحاول لانه انتصار واحد ممكن يخلينا نحققوا نتيجه ديال انتصارات متتاليه، لانه الثقه مهمه جدا لهاد المجموعه. قبل المقابله ديال اليوم صرحتي احدى المواقف الاكبريه ان الفريق يعاني من تراكمات عديده فعل وجود طاقات سلبيه، اين تثبت لها الطاقات السلبيه في المغرب؟ هو المجموعه هذه اللي قلت لك دابا، ملي تكون عندك واحد المجموعه اللي عاشت سنوات بواحد الشخصيه ما نقولش حاجه واش نصرفتي فارق عليا جامي، بالعكس كنت عارف بان المباراه تكون صعيبه، فريق اولمبيك خرج تمر واحد مرحله فراغ، فريق بالنسبه كان كما كتشوفوا عنده واحد المباراه كانت تاليه، وكاين لاشارج، كاين لي زابسونس، كاين لي بليسي، كان في لا فينال بغيتي ولا كنتي اوني دي زيتر هومان، كيكون ما يمكنش تكون 100% في لو ماتش. هضرت مع اللاعبين، انا براسي كنت كنفكر حتى في لي شونجمون على حساب لا فينال، كنظن بان هذا هو الطريق، لان ما كنتش كنتسنى اني نسجل هدفين، لان كما كتعرفوا صعيب باش تشتغل على بالنسبه كان سجلنا الهدف الاول. الشوط الثاني، الشوط الاول كنت كان عندي خروج اضطراري ديال دايو اللي اضطريت انا اللي نلعب عاوتاني فرحان من لاطاك لا ديفونس، كان عندي تسديد غيابات وزينه خاص نسميهم لكم اللي هما انا تراوري اللاعبين رسميين انا تراوري صمد الباكي بكر هلالي سمير وضار حماده العشير حتى هو خليته على اساس كما قلت لك المباراه المقبله، ولكن الحمد لله على النتيجه هذه حقيقه. في الوقت سجلنا الهدف الثاني اللاعبين خرجوا شويه من المباراه، تاقوا بزاف، هذا هو اللي هذا كان يمكن نهزمه، وكان خصنا واحد الوقيته خصنا نهزمه، لان باش تكون تصرف بهدفين صفر هذا راه فينيسيون كان خصنا نكون اون دوغي ايتر بوني ونخسروا كاع. دونك فوالا كنظن بان نتيجه منطقيه، فريق اولمبيك خريبا الشوط الثاني قام الساعة الأخرى دار يعني لي شونجمون اللي داروا نجحوا لي شونجمون ديالهم، إذن فمرة أخرى هنيئا للفريقين، وكنظن بأن منتصفين الأول بالريزولتا ديال الجوج. منير مقبلون على نهاية كأس العرش، ولكن المباراة كتزامن مع دات فيفا والتزامات المنتخبات، هل من تأثير سلبي على التزام العناصر الدولية والأجنبية مع منتخبات بلادها على النهضه البركانيه في هذه المباراه هذه؟ وانا ما بغيتش ندخل في هذا لابوليك ديال لي جوغ انترناسيونال دات فيفا، قلت ما انا بالنسبه لي ما حد لعب معايا راه هضرت معاهم بانهم اي سون دي برو، ما بغيتش نقول برو اي انترناسيونال دي برو انترناسيونال اللي هما هذا، انا بالنسبه لي حتى دابا راهم كاينين معايا، ولكن الى دعت الضروره انهم هذا ما عندي، اذا حقيقه في حالة ما مشاو فالغياب ديالهم غيأثر على الفريق، ولكن في الفينال سي الفينال ما كتلعبش كتربح، خاصك هذا وما غاتكونش افيك لي برو و سون برو افيك لي انترناسيونال غاتكون الفينال صعيب. هو كنا كان الفريق غتبر كان فاز من اي فريق يوصل ديك النهايه الا اي مباراه صعيبه على الفريقين، اكثر من 256 نادي اللي شارك في هذه الاحصائيات باش وصلنا فريقين هما وداد فاس ما وصلتش عن طريق الصدفه حقيقه. الباركور اللي كان عندنا حنا ان بو ديفيسيل، لان كان ان اوتر كواسون ديال لو نيفو ديال لي ماتش
ديال الاتحاد التوروبي اولمبيك خريبات الدفاع الحسني الجديد اللي جاب البيضاوي. الفريق الوحيد يلعب مع فريق ديال فاس هو الرجاء من القسم الوطني الاول. اذا الباركو ديالنا كان صعيب ولا تعذبنا باش وصلنا. هادشي كما قلت لك وكاين عشنا نهايات لان في النهايه ما كيبقاش الفريق القسم الوطني الاول والثاني كل فريق متحمس. خطا على 25 دقيقه. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.